السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في توقعات لسباق الخيول او لا تخمينات تتبقى تخمينات وتوقعات لا غير اخواني الكرام في الكانتيد اللي يكون ديال اليوم الغد اللي غيكون في الكورس دي وفي يكون في الرينيو ان في تروازيام كورس وكذلك غيكون عند لي فيمل وكذلك غيكون في 2714 عاود في الكورت اغوش في الجراوند بيست جراند بيست كاين واحد الفرق كبير ما بين الجراند بيست والبتي بيست. على كل حال اخواني الكرام كاول فيميلا غتكون خيول ديال تريب جاكيناتي دي زيمز فيليب لوكا وجوريا ميسيلوا كذلك لويس بودرون لويس بودوان كاين الكات دي خيول ديال ديزمورت اللي غيكون عنده دو شوفو كذلك يس درو جان ناغور اللي غتكون من الفافوري وكذلك سيس جاليسكا دي لا ناد اللي غتكون في الطوكار والسبعة غيكون هو الجرون فافوري ديال لاكورس والويت دافيد تومان ديال غاياغ وكذلك رقم 9 اللي دار لنا الديسكالي في اخر كورسا مع إيريك رافا وبنجاما روشار غيكون راكب لنا على 10 ديال المارك الساسي وسيونور اون جيستيسيا كلام اللي غتكون عندها رونتري من شهر 4 ولكن غتدخل لنا بالديفيراج لاول مرة. هذه النقطة اللي تقدر ربما ما عرفتش علاش عاود رونتري ودخلهم ديفيري اول مره هذا هو وغيدخل لنا الرقم 12 جينيفا فرانك نيفار ديال انطونيو داليون اللي اول مره غيمشي لي فرانك نيفار و13 ديال ديزموت اللي عنده دو شوفو عنده 14 واخر عاود هو جولي سمارت نفس لونترينور ديال الرقم 9. على كل حال اخواني كاين واحد المجموعه ديال الخيول اللي غيكونوا في الفافوري كاين السبعه غيكون فافوري اللي غيشونجي الكاتيجوري نوعا ما على ود لا فيكتوار ديالو اللي ربحها في الكورس او على ما اظن وغيطلع الكورس دي شوف واش غيعاود يدوب اللاميز او لا المنافس ديالو ربما غيكون الكاتورز ربما بزاف ديال الخيول اللي غيكونوا ما عطيناش البرونوستيك ما عطيناش بلي رابيد ما عطيناش بزاف ديال الامور. المهم الخوت عندي واحد المجموعه ديال الخيول عندنا واحد المجموعه ديال الخيول اللي اختاريتها سبعه ديال الخيل ما فيهمش بعض الخيول اللي غتكون فافوريه مثلا جوج ما عرفتش واش غيكون فافوري ولا توكار الخمسه غيكون فافوري ما اختاريتوش ممكن اخوتي اللي تيقف الخمسه راه يقدر يختار راه ريغي اللي نعاود يعني تروازيام دوزيام غانيو راه ممكن اخوتي ولكن ما يمكنليش نختار فوق الطاقه ديال راه كاين اللي كيحط 10 د الخير كاين اللي حط 12 عاود والكرسه فيها غير 14 عاود تحط لك 12 عاود 11 عاود مي انا ما تجينيش نحط انا فوق الجد 13 14 عاود نحط فيها انايا 10 د الخير نورمالمون كتكون شويه ضروري كتريسكي بعض الخيول اللي كيكونوا في ضروري كتريسكي بعض الخيول اللي كيكونوا فافوريين وكتريسكي بعض الخيول اللي كيكونوا في الطوكار باش كتكون واحد المجموعه ديال الخيول اللي فيها ممزوجه ما بين الطوكار وما بين لي فافوري هذا هو سميتو هو اللوجيك ديال لاكورس. اما الا كانت لي فافوري راه غادي نهزوهم كاملين ونحطوهم ولعبهم ودي دي زورت بحال ديال اليوم تمنيت الان يخسر وكان يخسر هما حيت الكاتيجوري صعيبه له الان انا عارفه صعيبه على يعني لو الاخوان ياكو كان شحال كان نعاود اليوم كانوا 15 وكانوا بعض الخيول اللي في الديليسي كان جيغولو لوفر رقم 2 كان ديليسي وكان كذلك بوردو رقم 13 كان في الديليسي وكان كذلك كان ستار دي والون كان هو في الديليسي وكان العشرة ما بقيتش عاقل عليه شكون هو هاد العشرة حتى هو كان في الديليسي لانهم علاش كانوا خيول فيري لو كانوا دي فيري والله الا تعلق داك الواحد رانا طليت على شي قنوات راه بقاو تيدابزوها ما بين الا ولا ال14 كل يربح شي واحد يقول لك 14 غانيون والا دوزيام واحد يقول لك لا الا غير غانيون وال14 دوزيام ونساو بان الخيول اللي جايه راه جايه صحيحه. على كل حال ماشي شي كانتي ولكن الاوردر ديالو اللي شويه دار واحد جوج المليون مش عارف هذا ما كان. المهم الخوت كنتمنى تفاعلوا مع هذا الفيديو ما كاينش تفاعل والو الفيديو ما بقاش تيضرب اللايف هو اللي كيضرب اللايف الخوت راه ما كنصور فيه درهم الفيديو اللي
تخلص فيه ديك الجدريال وصافي، يعني فيديو كيلوح لك ديك 10 دراهم او 15 دراهم. ما بقيتوش كتفرجوا حتى في لي فيديوهات هذا للاسف، يعني كتسناو اللايف تا تيجي وعاد تتفرجوا. عندي شويه ما كان مدخول على قد الحال، هذا ما كان الاخوان. المهم اللي غيتفرج في اللايف يتفرج في هذا لا فيديو، ما فيها باس. ان لقيت شح، يعني بنادم تيقول لك اش غادي دير، وتا يدير اللايف وتصمتوا ليه كاملين. فيديو هو اللي تن شويه كيدخل شي شويه. دابا نبارطاجي معكم حتى فيديو شحال كيصور، يعني فيديو 1000 مشاهدة كتدخل لك ب50 ريال. يعني المهم بنادم تيعاون، بنادم لا تفرج في لا فيديو راه غادي يعاون، ماشي ما فيها باس تفرج فيها، وملي يجي اللايف عاوتاني دخل تفرج فيه. هادشي اللي كاين اخوتي. شحال درنا دابا ديال الوقت؟ درنا واحد 6 دقائق. دابا غادي ننتقلوا، نطولوا غير شويه لا فيديو صافي، ننتقلوا لا سيليكسيون ديالي اللي عندي فيها 7 ديال الخيل. واللي بغى مثلا تلعب 8 ديال الخيل راه غيزيد داك الخمسه فافوريت هو، ولا يزيد داك الاونف اللي غيدي فيه لاول مره. المهم اخوتي اللي عندي انايا، عندي هنايا وسادات الحفله، هادو هما اللي عندي. وان السبعه غيدخل في البيج، ماشي عاود ما عرفتوش شكون هو هاد العود اللي غيدخل معاه في البيج. هادشي كامل غادي نشوفوه ان شاء الله. 14 والطريز والناف والكات والسات والديس والدوز، كيبان لي داك الكات غادي يغدرهم بنسبه 100%. داك الكات غادي يغدرهم لاني قلبت هاد الكات هذا، وكات كاشي جاي كاشي، هو عاود ديال ديسمورت، عنده جوج ديال الخيول، عنده الكات عنده الكات والكات، عند الكات والطريز، وعاطي الكات لجي تجي اليوم مختان. تنظن الكات راه ديجا عنده خرجه معاهم، وخا هو تيدير المونطي، وراه كاتريام ديالو ربما اولا سانكيام بانطريز. انطريز ديرها لينا نتايا في 2700 في هاد الكاتيغوري انطريز، وي تبدي في لي كاتر بيك انتي رونطري. دابا حيدتي ديك لا رونطري 2700. شكون اللي ربح لينا هاد العود؟ ربح لينا الرقم 9 جي سي دي بيست وجيتان فالي، كذلك الرقم 8، وربح لينا حتى 6. دونك عاود اللي تقاتل ودار لنا 5 ايام بالكوت ديال نورمالمون فافوري، الكوت ديال 15، يعني كان مشى من الخيول المرشحة، لأن كانوا بزاف ديال الخيول كانوا في المئات، هو كان غادي 15 مع الديزمورت. دونك تيبقى عاود جواب على هذا الرقم 4 حق لا راه كيدير المونطي حيدوه، راه يقدر يقسم لاكورس. المهم لا سيليكسيون هي ديال الاخوان 14 13 9 4 7 10 12. المهم هذاك السبعه راه غيكون بياج ماشي عود، غدا ان شاء الله اليوم بالليل يكون خير. دعمونا بلي لايك الاخوان، بارك الله فيكم الرجال والناس اللي تحبونا في الله وكنحبهم في الله، ولا غيتعاملوا معنا. اما خشلاع خليه يدير ديزلايك ولا ما يديرهاش كاع، هذا ما كان. نهضروا مع الرجال، نشوفوا المحبين ديال هذه القناه شحال من واحد. دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.